بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي اتمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. نعم. ثم باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة هو هيئة الجلوس. نعم. في هذا الباب أخرج الإمام الترمذي رحمه الله ثلاثة أحاديث بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ورحمنا معه. قال: حدثنا عبد الله بن حميد رضي الله عنه قال: أنبأنا عفان بن مسلم رضي الله عنه قال: أخبرنا عبد الله بن حسان رضي الله عنه عن جدته عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. حدثنا عبد الله بن حسان رضي الله عنه عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة، هكذا بصيغة التثنية في نسختين، عن جدتيه. قال علي القاري رحمه الله: وفي نسخة بالإفراد عن جدتيه عن قيلة، عن جدته عن قيلة، هكذا بالإفراد أيضا في نسخة. نعم. عن جدتيه، هذا جدتان اسمهما حديبة وعليبة، هاتان جدتان حديبة وعليبة، هكذا ذكر ابن إبراهيم الباجوري. ثم قال: على ما تقدم في هذا الباب، وقد علمت أن الصواب صفية وحديبة بنتي عليبة، هكذا. فإذا من الجدتان؟ هي خلاف. نعم. ثم هي قالت يعني قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أو هو قاعد القرفصاء. قاعد القرفصاء، ما معنى القرفصاء؟ ثم وهي جلسة المحتبي. جلسة المحتبي هي جلسة القرفصاء. يقال قرفص الرجل إذا شد يديه تحت رجليه. قرفص الرجل معناه شد الرجل يديه تحت رجليه، والمراد هنا أن يقعد على أليتيه فيلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه
كما يحتبي بالثوب. فإذن هو ينصب الركبتين ثم بعد ذلك يفعل هكذا. هذا احتباء، صورة احتباء بالثوب. قيل هو أن يجلس على ركبتيه متكيا ويلصق بطنه بفخذيه ويتبطأ كفيه. هي جلسة الأعراب. فإذن في هذه الصورة الثانية لا يلع يديه على ساقيه بل يلع يديه تحت إبطيه هكذا. ثم فلما رأيت، ثم قيلت تقول فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسة. متخشع من التخشع، التخشع ظهور الخشوع. فإذا في جلسته ظهر خشوعه صلى الله عليه وسلم، يعني في هيئة جلسته، جلوسه وكيفية قاعدته المتضمنة إظهار عبوديته. وهذه الجلسة وهذه القاعدة تتضمن إظهار عبوديته كما أشار إليه بقوله اجلس كما يجلس العبد. وكل أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد لا على هيئة جلوس الجبارين المتكبرين من التربع والتمدد والاتكاء ورفع الرأس وشماخة الأنف وعدم الالتفات إلى المساكين. فإذا لكن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة التربع أحيانا، نعم. إذن عادة هكذا يكون متخشيا في الجلسة. هي قالت يعني أرعدت من الفرق، معناه حصلت لها رعدة من الفرق. فرق يعني الخوف الإلهي، فرق معناه الخوف، لكن أي خوف أصابها؟ الخوف الإلهي المستفاد من التواضع النبوي. إذن كما قيل في صفة أولياء الله تعالى إذا رأيته تذكر الله تعالى، لو رأيت وليا تذكر الله تعالى. كذلك حينما رأت قيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في جلسته متواضعا غاية التواضع ماذا أصابه؟ حصل لها خوف إلهي، يعني كان مع تخشعه عليما يتخشع، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليما تظهر علمته في وجهه. حابتني علمته، يعني خوفتها علمته صلى الله عليه وسلم وحصل لها الخوف. يؤيده حديث علي رضي الله عنه من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه. هذا حديث قد سبق. نعم، من رآه بديهة يعني أولا هابه، من خالته معرفة أحبه. قال ميرك رحمه الله والظاهر من سياق قصة قيل أنه أول ملاقاتها به صلى الله عليه وسلم، يعني هي لاقته أولا لذلك هابت هابها ولهذا هابته. ثم وقع في قصتها بعد قولها أرعدت من الفرق فقال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره يا مسكينة عليك السكينة. فلما قاله صلى الله عليه وسلم أذهب الله ما كان دخل قلبي، يعني قلبها من الرعب. وروى الخطيب البغدادي بإسناده
عن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فارعد فقال حظ عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديدة هكذا نعم. إذن هذا هو هذه الرعدة ورعدت من الفرق ثم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي رضي الله عنه وغير واحد قالوا حدثنا سفيان رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه عن عباد بن التميم رضي الله عنه عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واليا إحدى رجليه على الأخرى رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واليا إحدى رجليه على الأخرى واليا إحدى رجليه على الأخرى معناه إما مع النسب الأخرى أو مد الأخرى إما مد الرجل الأخرى أو نسب الرجل الأخرى هكذا يعني صورتان عند الالتجاء نعم عند الاستلقاء ثم هناك ورد نهي من رفع إحدى الرجلين فوق الأخرى أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع إحدى الرجلين فوق الأخرى وهي منصوبة إذن هذا محمول جمع بين الحديثين ما إذا خشي بذلك انكشاف العورة متى هذا النهي لو خاف خشي انكشاف العورة وإلا ليس بمنهي فعلم حمل ذلك حيث أمن انكشاف العورة مطلقا في المسجد وغيره لكنه لا ينبغي بحضرة الناس إذا كانوا ممن لا يحتشمهم كأولاده وأصاغر تلامذته في حضرتهم فلا بأس وإلا هذا ليس بأولى بل تركه أولى نعم. فإذا ما هو وجه إيراد هذا الحديث في باب الجلسة هذا باب الجلسة يعني بيان هيئة الجلسة لكن هنا الاستلقاء ابن حجر رحمه الله يقول قيل وجه إيراد الحديث في باب الجلسة خفي لم ينتبه له شارح ويرد بأنه لا خفاء فيه بل له في هذا الباب مناسبة تامة ماذا؟ لأن فيه دليلا على حل الجلوس على سائر كيفياته بالأولى يعني هذا الاستلقاء بهذه الكيفية لو كان جائزا فبطريق الأولى يجوز الجلوس على سائر كيفياته مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس يقعد قاعدة جلسة القرفصاء نعم يهتبي نعم ثم لأن هذا الالتجاء إذا جاز في المسجد مع ما فيه عرفا ما لا يخفى فأولى أن يجوز سائر أنواع الجلوس في المسجد وغيره لأنه ليس فيها عند العامة ما في ذلك يعني في الجلوس بجائر كيفياته لا يوجد فيه ما يوجد في الاستلقاء بهذه الكيفية نعم ثم وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب رضي الله عنه قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني رضي الله عنه قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنباري رضي الله أنصاري رضي الله عنه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد رضي الله عنه النبي عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد يهتبى بيديه نعم هذا بمعنى الحديث الأول نعم هكذا كان يهتبي حينما يجلس في المسجد لكن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهتباء يوم الجمعة في المسجد والإمام يخطب هذا منهي هنا الخطبة عند استماع الخطبة هذا الجلوس يعني منهي
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهتباء. لماذا؟ وعلة النهي أن هذه الحالة ربما تستجلب النوم فيفوت عليه استماع الخطبة، وربما يفضي إلى انقلاء الوضوء المفضي إلى فوات الصلاة. نعم، لو انتقل الوضوء ثم خرج لأن يتولى ممكن تفوته الصلاة. هذا وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي نقية بيضاء، ذكره النووي رحمه الله في الرياض. وقال حديث صحيح رواه أبو داود بأسانيد صحيحة. فقيل هذا الحديث مخصص، نعم، هكذا تربع في بعض الأحيان خاصة يعني بعد صلاة الفجر، يعني جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسات مختلفة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يعني تربع. ثم في الصلاة كان يجلس يعني التورك، بعده باب، باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد بالتكاء؟ تكاءة بالحمزة بوزن الهمزة، ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها، واصله وكأت بالواو، أبدلت الواو تاء صارت تكأت كما في تراث تجاه هكذا. ثم والمراد منها هنا ما هيئ وأعد لذلك يعني للاتكاء عليه، فخرج الإنسان إذا اتكئ عليه فلا يسمى تكاءة. ومن ثم ترجم لهما المصنف ببابين فرقا بينهما، يعني الباب اللاتي باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك اتكاء كان على إنسان، وهذه تكاءة كان على وسادة. نعم، هكذا فرق. ثم وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه إسرائيل رضي الله عنه سماك بن حرب رضي الله عنه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، يعني الوسادة كانت موضوعة في جهة يساره، قال علي القاري أي حال كونها موضوعة على جانبه الأيسر. ثم قال وهو لبيان الواقع لا للتقييد، فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا ويسارا. نعم. ثم وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة رضي الله عنه قال حدثنا بشر بن المفضل رضي الله عنه قال حدثنا الجريري رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدثكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال وشهادة الزور أو قول الزور، قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكتا. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله. فإذن لماذا هذا الجواب بلى يا رسول الله بالنداء؟ الجواب فيه نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فائدة النداء مع عدم الاحتياج إليه، هنا ما كان حاجة إلى هذا النداء، مع ذلك نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم يا رسول الله. ما فائدته؟ الإشارة إلى عظم الإذعان لرسالته المصطفوية، إلى عظم الإذعان يعني إلى كبر التصديق والإذعان والامتثال والإطاعة
لرسالته المصطفوية وما ينشأ عنها من بيان الشريعة واستجلاب ما عنده من الكمالات العلية. هم بهذا النداء يستجلبون ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمالات العلية. هكذا. ثم هو سأل عن التحديث بأكبر الكبائر، ثم ذكر في الجواب أمرين: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فإذا كيف يكون هذا أكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر ينبغي أن يكون واحد. لذلك علي بن القاري قال: ما معنى بأكبر الكبائر؟ أي بجنس معصية هي أكبر المعاصي الكبائر. فإذا هكذا يفرض، يعني يقدر بجنس معصية، بجنس أكبر الكبائر. إذن المراد بأكبر ليس الفرد بل الجنس. نعم. فإذا يتعدد. لا بس. ثم هو ذكر اثنين فقط، هناك عديد من الكبائر. الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله كتب كتابا في بيان الكبائر، الاقتراف، الزواجر عن اقتراف الكبائر. ثم الكبائر ما هو الراجع أنه ما ورد فيه وعيد شديد أو لعنة من الله تعالى، ما ورد من المعصية عليه إما وعيد شديد بعذاب أو يعني ورد اللعنة، هذا هو الراجع. وقيل أنه ما شرع فيه الحد. نعم. هكذا اختلاف. نعم. بعض يعتبر جميع الذنوب كبائر. هناك كثير. وقد عد الفقهاء منا جملا مستكثرا. ابن حجر رحمه الله قال: وقد عد الفقهاء منا جملا مستكثرا كزنا ولواط وشرب خمر وإن قل ولم يسكر ونبيذ ولم يعتقد حله وسرقة وقذف وهذه فيها حدود وكقتل وكتم شهادة وشهادة زور ويمين يمين غموس وغصب ما لا يقطع بسرقته وفرار من كافرين بلا عذر وربا وأخذ مال اليتيم ورشوة وعقوق أصل وقطع رحم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا وإفطار في رمضان عمدا وبخس كيل أو وزن أو ذراع. نعم. هكذا يعني كثير. ما معنى عقوق الوالدين؟ عقوق ومشتق من العق. العق معناه هو القطع والمخالفة. أما شرعا فقيل العابد هو أن يعصيه في جائز، ثم قال: وليس هذا الاطلاق بمرضي. ثم أخيرا قال: والذي عال إليه أمر أئمتنا أن العابده أن يفعل به ما يتأذى به تأذيا ليس بالحيين. هذا معنى عقوق. عقوق الوالدين معناه أحدهما أو كليهما. ثم لأن عقوق أحدهما يستلزم عقوق الآخر، لذلك جمعهما. نعم. عقوق الوالدين. ذكر علي القاري: وفي معناهما الأجداد. في معنى الوالدين الأجداد أيضا. فإذن عقوق الأجداد أيضا من الكبائر. نعم. ثم قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكيا، يعني حينما قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكيا، ثم جلس يعني انتصبا، ثم قال: وشهادة الزور أو قول الزور. شهادة الزور أو قول الزور، هذا قول الزور أعم من شهادة الزور، وهنا بالشك، لكن ورد في صحيح البخاري بدون شك. نعم. لذلك هذا للتنويع. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، هكذا. فما زال يقولها حتى قلنا
لا سكتا. نعم. فإذا لماذا تمنى الصحابة رضي الله عنهم سكوته؟ هذا أرجن القاري قال تمنينا أنه سكت إشفاقا عليه وكراهية لما يزعجه كي لا يتألم صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن كان هذا التمني شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يكرر هذا يكرر هذا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحزن كثيرا يزعجه كثيرا ويتألم كثيرا. فإذا هم أرادوا بهذا التمني ألا يتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا شفقة عليه. ثم قال علي القاري وفي الحديث بيان ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه والمحبة والشفقة عليه. ثم حديث وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا شريك رضي الله عنه عن علي بن الأقمر رضي الله عنه النبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. ما معنى الاتكاء؟ أما أنا فلا آكل متكئا أي أقعد متكئا على وطاء تحتي، يعني يفرش وطاء ثم يجلس على هذا الوطاء متمكنا، هكذا لا يأكل. بل يعني ماذا يفعل هو؟ ينصب الساقين ثم يجلس على العقبين ويضع الركبتين في الأرض، ينصب الساق العقبين القدمين ثم يجلس، ينصب القدمين ويجلس على العقبين ويضع الركبتين على الأرض، ما هكذا. أو يفرش القدم اليسرى، يفرش على الأرض ثم يجلس عليه وينصب اليمنى، هكذا. نعم. لا يتكي عند الأكل. لماذا؟ لأن هذا فعل من يريد أن يستكثر من الطعام، وإنما أكل آكل علقة منه فقط، فيكون قعودي له مستوقرا. نعم. هكذا قال ابن حجر رحمه الله. ثم علي القاري يعني فصل مرة أخرى لا أقعد متكئا على بطاء تحتي لأن هذا فعل من يريد أن يستكثر الطعام، وإنما أكل بلغة منه قليل، فيكون قعودي له مستوفزا. فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، هكذا. هذا الذي قلتنا لا يتكئ. ثم وقال أما أنا فلا آكل متكئا. ما هو مقتضي هذا التعبير؟ يعني أما أنا فلا آكل، ابن حجر رحمه الله قال قال ابن حجر خصص نفسه الشريفة بذلك لأن من خصائصه كراهته له دون أمته على ما زعمه ابن القاس من أئمتنا، ولصح كراهته لهم أيضا. وجه ذلك أن قضية كماله صلى الله عليه وسلم عدم الاتكاء في الأكل إذ مقامه الشريف يأباه من كل وجه، فامتاز عليهم بذلك، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله. ثم قال علي القاري والأظهر أن يراد به تعريض غيره من أهل الجاهلية والعاجم. أهل الجاهلية والعاجم ماذا يفعلون؟ بأنهم يفعلون ذلك، يعني يتكئون في الأكل. فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخالفهم. لماذا يتكئون أهل الجاهلية والعاجم؟ إظهارا للعظمة والكبرياء والافتخار والخيلاء،
وأما أنا فلا أفعل ذلك. وكذلك من تبعني أيضا، من تبعني من المؤمنين لا يأكلون هكذا. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا سبيله صلى الله عليه وسلم، سبيل من اتبعه، فلا أكل متكيا. ثم وبه قال: حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه أن علي بن الأقمر رضي الله عنه قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. وبه قال: حدثنا يوسف بن عيسى رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا إسرائيل رضي الله عنه سماك بن حرب رضي الله عنه جابر بن زمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. إذن في الحديث المالي قال أنه لا يأكل متكئا. ما هي مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ الباب يعني ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ابن حجر رحمه الله: ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة بيان اتكائه صلى الله عليه وسلم كان في غير العقل، يكون له صلى الله عليه وسلم تكأة يتكى عليه متى هذا في غير العقل، ففيه نوع بيان للتكأة في الجملة. هذه هي مناسبة. ثم متكيا على وسادة، ثم قال أبو عيسى رحمه الله: لم يذكر وكيع على يساره، يعني في الحديث الأول. هذا الحديث روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل، وهنا حدث روى هذا الحديث وكيع عن إسرائيل، فهذا منصور يا إسحاق بن منصور زاد على يساره، أما هو وكيع لم يذكر هذا، يعني على يساره. وهكذا روى غير واحد من إسرائيل نحو رواية وكيع رضي الله عنه. ولا نعلم أحدا روى به على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور رضي الله عنه عن إسرائيل رضي الله عنه. نعم، هذا بيان اختلاف يعني المتن، اختلاف الروايات عن إسرائيل. إسحاق بن منصور روى بزيادة وغيره لم يأتي بهذه الزيادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.